ما مصير الأطفال من كورونا؟ مخاوف كثيرة طالت الأولياء بعد ظهور فيروس كورونا المستجد، وحيرة في كيفية تفسير الوضع لأبنائهم والتعامل معهم في هذه الفترة الحساسة. إليكم إجابات عن أهم تساؤلاتكم. هل الأطفال محصنون ضد فيروس كورونا؟ تشير آخر التقارير إلى أن الأطفال ليسوا محصنين ضد فيروس كورونا المستجد عكس ما تم تداوله في بداية الوضع، حيث سجلت إصابات ووفيات لأطفال في عدد من دول العالم كإيطاليا وإيران والصين وغيرها. رغم ذلك يقول الخبراء إن الأعراض التي تظهر على الأطفال تكون عادة طفيفة وتتمثل في الحمى والسعال وضيق التنفس. هل ينقل الأطفال العدوى؟ يقول الأطباء أنه يمكن للأطفال أن ينقلوا عدوى الإصابة بفيروس كورونا لغيرهم، ومنهم من يظن أن الأطفال هم أكثر من يساهم في نقله لأن الطفل لا يعي ما يفعله ويصعب التحكم في تصرفاته. كيف نحدث الأطفال عن كورونا؟ الابتعاد عن التهويل. ينصح الخبراء الأولياء بمناقشة الموضوع مع الأطفال بطريقة فكاهية سلسة والابتعاد عن تقديم التفاصيل المخيفة لهم. التوعية بطرق الوقاية. ينصح الأطباء الأولياء بتوعية أطفالهم بتدابير الوقاية ضد الفيروس مع شرح أسباب القيام بها ومشاركتهم في الأمر، كما ينصحون بتجنب الأسلوب الأمري مع الأطفال. السماح للطفل بطرح الأسئلة. يطرح الطفل عادة أسئلة كثيرة عن كل ما يخطر في ذهنه، خاصة في هذه الفترة، لذا ينصح المختصون بالسماح له بطرح الأسئلة والإنصات إليه وتقديم المعلومات. كيف نشغل الأطفال في فترة الحجر الصحي؟ من الصعب أن يتأقلم الطفل مع الوضع الحالي، خاصة بعد غلق المدارس وفضاءات الترفيه وغيرها، وقد يسبب الضجر الشديد للطفل والفراغ مشاكل نفسية، لذا ينصح بما يلي: القيام بأنشطة عائلية مشتركة كمشاهدة أفلام تناسب سنهم ومطالعة الكتب أو القيام بتمارين رياضية. إشراك الأطفال في الأعمال المنزلية البسيطة كأن تشرك الأم الأطفال في الطبخ أو تنظيف البيت. الابتعاد قدر الإمكان عن الألعاب الإلكترونية بتحديد وقت لها وتعويضها بأنشطة أخرى كالأشغال اليدوية والرسم. تخصيص وقت للنشاطات الدينية كقراءة القرآن الكريم رفقة الأطفال وحفظ الأذكار وغيرها. في الأخير نسأل الله السلامة والعافية.